سجاتي نقول لها شكرا لكم خالص. ديها بنتنا اخواتها جانج ضحية لعنف حصل في القرن الكام عشرين من ابوها، والناس اللي شايفينهم ديل بنشكرهم جدا جدا. الناطق الرسمي من الشرطة حيقول كلام إنابة على شرطة جنوب السودان. رئيس المجتمع ونائب المفتش العام سيدة الأعمال سارة هي ما قصرت، قامت بالتكلفة بتاعت العلاج هنا. الحضور الكريم برضو ما قصروا، أما هي معانا هنا وما حنجيب على هنا، حيكون في ستيتمنت قصير هنا برضو. المنظمات النسوية هنا حنقول كلام مختصر، الكلام الثاني حنقوله ما بعد الإجراءات القانونية، عشان أبوها ده لازم يجي يجيبها هنا ويتحاكم عقوبة رادعة جدا يعني. فهي عشان تعبانة يا جماعة نراعي المسألة دي، هي المفروض ترتاح نفسية نسي وتمشي طوال للمستشفى مع سارة ودكتوراتهم وبعض الأخوات حيكونوا معاه، منها الترتيبات الثانية حتلقوها لاحقا إن شاء الله يعني. ففي المساحة دي ندي الفرصة لرئيس المجتمع عشان يوضح أكثر كده. حقيقة أنا ميثيو ماتيان، أنا رئيس محتمى بتلوانجان كوميونتي. الحقيقة الأصل للبنية الصغير ده كان إخلاف بينه مع أبوه بتاعه، وكان إخلاف إداري أبوه بس، لكن أبوه ما قدر عشان يدي فرصة للبنية ده وعوقه أدوه تعويق خد يعني اللي هو قد عيونه كل من اثنين. وكلام ده ما صح. إذا كانت أبو بيت مفروض أنت تشوف قانون الإدارية ولا أخوانهم مثل العبود ده مفروض يشارك ما يحصل عملية زي ده. كهنا نحن بيكروا المنظمات نحن بيكروا كلهم والصحفيين كلهم أنا بيكروا خالص. هم قدر عشان يقدر يساعدنا ويستقبلهم في المطار في جوبا. كهنا أكون برضو ما قصر نحن هم طالب منا عشان يجيبوا الواب وبدا للمحكمة والجرائم القانونية عشان أجاد زي ما يحصل. كهنا كله نحن مقصودين، كان أنا وزرة بتبيت نحن مقصودين جدا عشان استقبال جوبا عاملنا الكل المؤتمر والمنظمات كله خاصة في ناس المعينين زي ناس سارة زي ناس أبوك هم قبل عشان يقدر يستقبلهم. وده شكر كبير جدا. والبنية ده نحن نوصل لقاعد مستشفى كبير في مصر. نحن وكل المنظمات يشارك معنا وحكومة يساعدنا بالكلام ده عشان بنت جوز يساعدنا يهاي عشان ما يقدر يموت بأعمال الأسلو البسيط. وده كان خطأ من عبودة، ولازم العبودة أقوم يعققه يشوف التحقيق ده ويحكم بالكلام ده. ده شكر كبير جدا للصحفيين وللمنظمات كلهم. الواقع من بدأ من توي هاد لاد واو، الكلام ده حصل في منطقة توي وحصل في واو بمشارك كلهم المنظمات. ده شكر كبير جدا للمنظمات وللصحفيين وللحكومة بالذات. حكومة واقف معنا الشديد عشان كلام البنية الصغيرة ده. ورسل لنا في جوبا حكومة يشوفوا ثاني يطلع أوراقهم مع بوليس ويرسلوا لمستشفى كبير في مصر. وشكرا لكم جميع الناس. شكرا لكن أنا بكتي دونم بريرتن تشتن كان دونم تنبالا ميت كابت كيان فجن راجا كونغلو أنا كنغلو علي لاند ميت كوكي دون كيان ميت ون كي دون راج أكي غايا تينغ غيران كيكو مانديان تباند تاكاي تن أيا تينغ أكو ما بلو كيان أكيد.
اوكي شكرا هنستمع لسارة سارة يا ولد الصوت هم هي سارة با انا ما عندي كلام عايز اقوله انا عايز اقول انه اجابنا هنا وطلعنا من بيوتنا للانسانية لانه اكوات في عمر بناتنا والحاجة اللي تعرضت لها اكوات ما في زول بيقبل انه بنته يحصل له كده عشان كده احنا طلعنا وما في زول عنده الحق ياخذ القانون بيده احنا عايشين في دولة فيها قوانين اذا اي زول بياخذ القانون بايده معناته احنا عايشين في خلا فانا بناشد انه الحكومه تقف معانا وكل المنظمات الانسانيه العلاج بتاع اكواد ده مسؤوليه الكل ما حصرا على زول واحد يا ريت برضو الحكومه تجتهد انه الزول ده يتعاقب يا جماعه لانه امثاله كتر في صابر نزل الحكم وما في منو تاني حيتعرض للمساله دي فنحن بنطالب انه يفعلوا القوانين لانه اذا في قوانين صارمه الناس بتخاف لانه احنا عايزين نعيش في مجتمع معافى عايزين حمايه لنا ولاطفالنا وشكرا مبروك نرحب بالصحافه ونحن كشرطه متاسفين شديد للحادث الحصل حادث البشع اللي اتعرض له بيت في عمر 17 سنه من اسره بتاعه ده طبعا في اطار الدوميستيك فايلنس يعني اسر بتاعنا بيعاملوا الاطفال بصوره ما صحيح وبالتالي اننا كقوات نظاميه والقاس بالتنفيذ القانون اننا اتخذنا كل الاجراءات الصارمه واننا هنتاكد انه القانون لازم ياخذ مجراه الان والد المجني عليها في السجن والاجراءات ماشي عشان شنو نكمل الاجراءات ومنه هيمشي للقانون واننا نطمنكم بانه اننا يعني عندنا اهم حاجه هي تطبيق القانون والحاله دي يعني شوف الحادث حصل وبلاغ جه متاخر اننا دايرين يا جماعه في الاسر متى ما بقى في حاجه زي ده طوالي تبلغ البوليس لانه اننا في الاداره بقى ده موضوع ساعه الاعتداء على النساء يعني جندر فيس فايلنس بقى موضوع بتاع ساعه وبالتالي اننا دايرين البلاغ يجينا فورا واننا من جانبنا عملنا مجهود كبير جدا واسسنا في كل اقسام بتاع الشرطه سبيشال بروتكشن يونت ده وحده خاص بيعتني بمشاكل بتاع البنات خاصه الفيكتيمز يعني زي ده هسه مع امه ده كلهم في قلعه هناك لو ما اخواتنا ديل ساره جو يدخلوا كان بس هيكون ده هي ويموت في بلد هناك ما في زول جايب له خبر عشان كده عملنا سبيشال بروتكشن يونت بتعامل مع المنظمات النسويه الاساسيين وعنينا كلنا أنا بكرر كلمة كلنا نهارب هذا الظاهرة الخطيرة يعني أي زول يقود مهل نفسه في مهل البدة يعني في شنو اللي عمله لدرجة إنه يطلع عينه يعني ده حاجة مبالغ فيه وبالتالي التعاون الحصل أنا بتمنى إنه يواصل أن هنا كل جهة عنده دور يلعبه الأسرة في البيت يبلغ الجيران يكلم منظمات وأخواتنا في كل المجالات يكونوا فاتحين عينهم عشان ينظروا لهذا المشاكل في ناس بيساوموا يعني البيت زره لو حصل له حاجه زره بيقول خلاص الراجل اللي بعرسه يدفعوا ماله قضيه انتهى ما في كلام زره اعتداء على جنى اقل من 18 سنه ده جريمه وبالتالي لازم يبلغوا للجهات المعنيه خاصه البوليس يعني بنتخذ كل الاجراءات على اساس انه بناتنا نعفوهم انا بكرر شكري شديد لكل من ساهم يعني ابتداء من الحكومه واسره بتاع الحكومه بتاع الولايه والشرطه بتاع الولايه والاخوات بتاعنا رجال اعمال القشه والمنظمات انه ده الطريق السليم انه متى ما حصل حاجه اننا كلنا نخد يدنا سوا على اساس انه نحل المشكله بطريقه البردينه كله واكرر انه القانون هياخد مجراه اننا كبوليس في اسرع وقت يمكن اتسمع نتائج بتاع الحكم في حاجه ذكروا الام انه هي عندها 8 اطفال الاب هسه في السجن وهي جات مع المسكينه دي وبالتالي المنظمات لازم او ناس الاداره في البلد سبيشال كوميونتي ليدر انه باقي لازم تخلي بالك منهم على اساس
هم يكونوا معافين يرجعوا مدارسهم عادي. وشكرا جزيلا. ساعتك المجرم يساعد في الشرطه وامس كان عنده تسجيل بتاع فيديو، كيف بتفسروا موضوع انه لسه موجود خارج السجن ولسه بسجل فيديوهات وبهدد يعني؟ امس الاول امبارح عنده فيديو اتنشر في السوشيال ميديا. الفيديو ده ما جاء لعلم، وانا بنراجع الكلام ده مع الشرطه المحميه في الولايه، لانه هناك مدير الولايه شخصيا هو متابع الحادث. حتى جبيل كنا ما عارفين جاي بتاعته طياره، لكن بواسطه بتاع مدير شرطه الولايه هو اللي ورانا طياره قام ساعه كده وبينزل عندكم ساعه كده. اي سؤال ثاني؟ تفضل. اي سؤال يعني؟ Yes, who's going to take care of the criminal there? هو بيسال بانه العلاج بتاع جنرال هيكون هسه الحكومه اول بالاضافه للكوميونتي والاخر ساره اتبنت. انه هي اجتهدت هسه جابتهم من واو وكل المنظمات، انا متاكد العلاج ده هيتعامل بصوره مرضيه، لكن في القياده هي الحكومه. This is a technical question. We hope اننا نتمنى انه يتعالج، لانه انا عندي تجارب في شغلي في الشرطه لدرجه انه بيقولوا انه القطر لو طلع في كرينزول وقطعوا وقسموا لاثنين شفت ووصلوا الدكتور في اول نص ساعه ممكن كورينا ده يرجع ويدور. فالطب متطور ونتمنى انه العلاج بيتم ويشوف ان شاء الله. هو بيسال بخصوص الاجراءات، الاجراءات اولموست فينيش هسه يعني، بعدها بكون ماشي للمحكمه اند ذن المحكمه بياخذ الواحد تمام بالسجن. يس. ها والبوليس اخذ اجراءاته كله، التحقيق كله واقع باقي، بس الان بتاع المحكمه باقي الجنة. خلاص شكرا جزيلا. زي ما ذكروا يا جماعه الجنة ده تعبان فبنخلوها عشان تمشي. هذه هي كده بتقول وجبنا وعشان I'm going to go to the hospital.